دلوقتي بقى هنروح معاكم لفقرتنا الاخيره وهي فقره التوب سيكريت، واللي خلالها بنقول لكم كل يوم خبر حصري مش هتلاقوه في اي مكان تاني غير عندنا هنا في 7 في 7. السويسري ريني فايلر المدير الفني لنادي الاهلي طلب من مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب ان هم يشتروا رمضان صبحي بشكل نهائي باعتباره واحد من العناصر والركائز الاساسيه في صفوف فريق النادي الاهلي 7 في 7. عارف بقى ان رئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب كلف المهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي ان هو يبدا في مخاطبه نادي هدرسفيلد تاون الانجليزي عشان يعرف طلباتهم ايه، عشان طبعا يستغنوا عن اللاعب بشكل نهائي. كمان عرض النادي الاهلي لشراء رمضان صبحي هيكون مقابل 4 مليون جنيه استرليني ونسبة كمان 20% من قيمة بيع اللاعب مستقبلا. وأكد كمان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لمرتجي أن في إمكانية أن هم يرفعوا برضو القيمة المالية ل 5 مليون أو ما يقابل 100 مليون جنيه مصري. ومستني النادي الأهلي دلوقتي رد النادي الإنجليزي، وبيسعى أكيد مجلس إدارة النادي الأهلي أن هو ينهي صفقة رمضان صبحي قبل ما يرتفع قيمة اللاعب تسويقيا، في ظل طبعا التألق الشديد جدا اللي بيعيشه اللاعب دلوقتي وتطور مستواه مع النادي الأهلي. وطبعا زي ما احنا عارفين النادي الأهلي جدد إعارة رمضان صبحي موسم كامل مقابل 1,600,000 جنيه استرليني. كمان هيحصل هدرسفيلد تاون على 150,000 جنيه استرليني في حال تتويج النادي الأهلي بلقب الدوري المحلي، و 150,000 جنيه استرليني في حال تتويجه بدوري أبطال أفريقيا في الموسم الجديد. ده كان خبرنا النهارده في التوب سيكريت.